مين اللي عمل هيك؟ قال بالوسخ ما؟ أمي لو سمحتي ما بدي أحكي بهالموضوع. تمام. ناجية رح تابع موضوع أوزجي بنفسي، وأنا وياها رح نضل نحكي مع بعض باستمرار، مو هيك أوزجي؟ أنتي لا تاكليها. ميليس خانم، بقدر كون مع بنتي بنفس المكان إذا بتريدي حاولي. رح حاكي ست زيرين بهالموضوع ناجية، تمام؟ خصوصي بعد صوت الرصاص مبارح، والله كان في عندي شوية عقل بس بعدها راح، لأني ما قدرت أوصل لبنتي. ما فهمت أي صوت رصاص. ليش ما بتعرفي؟ معقول مبارح كان في صوت رصاص؟ ناجية، أي صوت رصاص؟ أنا ما عم أفهم. أنا سألت وقالوا لي إنه الصوت إجا من برا، بس ما بصدقهم، هنن أكيد عم بخبوا شي. ميليس خانم، لا دينيز، أنا صرت مجرب كل الطرق والنتيجة مثل ما توقعت. مستحيل تقدري تطلعي المصاري من النيابة، صدقيني. يا الله، المصاري تصادرت وأكيد هنن رح يستعملوها ضدك. إيه بس نحن لازم نعمل شيء أرهان، لازم نعمل شيء بسرعة. طيب وعرفت شو وضع للبنت؟ أنا مريت على المشفى وسألت الدكاترة عن وضعها، هنن حكوا عن خيار تاني لحتى يعالجوها، وهذا العلاج بيناسب وضع البنت. إيه بس الموضوع بيكلف كتير. إيه أكيد. أوف أرهان، أنت فيك تلاقي لي هكا؟ ليش؟ اللي فيك تلاقي يعني؟ إيه بجرب. كان في أرض بتذكر اشتريناها نحن اتنين مشان إيجام، يعني إذا ما باعها وصرف حقها. يا دينيز، إذا أنا كنت بعرفها كان ولو شوي. مضطرين نحاول أرهان، لو سمحت. تمام. أوزجي، بأي وقت بتحتاجيني فيه أنا هون، فيكي تيجي بأي وقت بدك، بس لو سمحتي لا تطولي كتير، مفهوم؟ تمام، شكراً كتير. هاد واجبي. شكراً ميليس خانم. العفو ناجية. زيرين خانم، بدي أسألك سؤال. سمعت في صوت رصاص، شو الموضوع؟ إذا في عندك أي معلومات خبريني. إيه سمعته، ولا شي عادي. هدول الشباب تبعنا وقت تغيير المناوبة طلعت طلقة لما فرغوا الأسلحة. أنا كمان خفت شوي، بس الحمد لله الأمور كلها تمام. منيح، بسطتيني. موافقة ميليس خانم. وأنتي كمان.